بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم من ضمن سلسلة إفطارات التقوى هذه المادة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا هذا نتطرق إلى تفسير سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ونريد أن نبتدئ عند الحزب الأخير، لأنني رأيت أن عامة الناس يحفظونه وهم بحاجة إلى معانيه، فأردنا على بركة الله أن نبتدئ في تفسير الحزب الأخير ابتداء من سورة الطارق. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة الكريمة تطلق عليها سورة الطارق تسمية لها بأهم ما برز فيها، وهو كلمة الطارق. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بحرف الواو الذي يفيد القسم. عندنا أحرف اللغة العربية تفيد القسم، يعني إيش معنى القسم؟ يعني الحلف. عندنا الواو، عندنا الباء، عندنا التاء. كي نكون حلف نقول والله العظيم، وبالله العظيم، وتالله العظيم. هذه كلها أحرف ثلاثة تفيد القسم، وليس هناك رابع أو خامس. حروف القسم محصورة في ثلاث حروف، وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه الصورة بدأت بواو القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، وكذلك بهذا النجم بالطارق، النجم الثاقب، لأن الطارق الأصل في الطرق أنه القدوم ليلا، اللي يجيك في الليل يطرق عليك بالأخص في الليل، هذا يسمى طارق، يأتي في الليل. وهنا الله تبارك وتعالى حتى يحصر الطارق من هذا، حتى ما تروح أذهاننا كثير وتشرد أذهاننا ونفكر إيش معنى الطارق هذا. السماء معروفة، وهو هذه القبة الزرقاء المبنية فوقنا، وبنيت بناء، وإلا الفلكيين وغيرهم يقول لك يعني هي مجموعة من الغازات متراكمة، بذلك تظهر زرقاء. والشريعة الإسلامية وعلم التوحيد وبما فيه القرآن على أنها سماء مبنية، والذي رفع السماء بغير عمد ترونها، قالت رب سبحانه: أنا رفعتها بلا أعمدة. المسجد هذا لو نحول الأعمدة لا قدر الله ينزل، ما يستطيع يقوم بدون أعمدة، لا بد لها من الأعمدة. بينما السماء قالت ربي بالقوة تعير فتها بلا أعمدة، كيف ما نعرف ولا أحد يعرف. وبعدين سبع سماوات لها أبواب، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كل كلام عن السماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى كان مع جبريل، لما راح كنا في
إسراء المعراج أولا طلع للسماء، أولا صلى بالأنبياء في بيت المقدس، بعدين طلع إلى السماوات العلى في الإسراء المعراج في السماء. قال لما رحت مع جبريل فإذا وصلنا إلى السماء الدنيا يعني السماء الأولى يطرح جبريل عليه السلام يقول من الملك من الملائكة يقول من الطارق يقول له جبريل يقول له ومن فعل يقول له محمد صلى الله عليه وسلم السمعوا له ويقول له هل أذن له هذا اللي رح جايبه معاك رح جايبه معاك ما هوش رجل سهل رح جايبه معاك جايبه معاك نبي ما كانش فوضى عند الله ولا عند الملائكة المقربين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى فهم ينفذون أوامره حرفا حرفا يقول له من معك يقول له محمد يقول له وهل أذن له يعني جاء إذن باش يطلع هذا معروف جبريل تطلع تنزل بأمر الله ولكن هذا اللي راك تطلعوا معاه ليس من أهل السماء سكن في الأرض هذا اللي راك تطلعوا جاء الإذن ولا ما جاه يقول له جاء الإذن عنده إذن من الله باللي يطلع يفتح له الباب ويطلع لما يلحق السماء الثانية يزيد يطرح يقول له من يقول له جبريل يقول له ومن معك يقول له محمد يقول له وهل أذن له يقول له نعم يفتح له الباب يزيد يطلع للثالثة وهكذا الرابعة كله والخامسة والسادسة والسابعة وهو يطرح والملك يقول له شكون يقول جبريل يقول ومن معك يقول محمد يقول وهل أذن له يقول له نعم يفتح على بالله ما كاش فرضا إذا عرفنا في السماء هذه لها أبواب السماوات هذه لها أبواب ولها خزنة ولها ناس بوابين يحرسونها جد الحراسة ما هيش فوضى ما هيش مهملة إذا حتى يلحق السماوات العلى حتى يلحق السماء السابعة هناك يقف جبريل وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يقول له روح معي يقول له لا فإن منا إلا وله مقام معلوم كل واحد منا عنده مقام يقف أمامه أنا هنا المقام تاعي انتهى ما استطعش ندخل ما استطعش نمشي هنا يكفيني بينما أنت اللي تدخل أنا أنت اللي ما استطعش نمشي إذا هنا الناس اللي يقول لك كيف الأمريكان ويوزيا وصلوا للسماء وصلوا للكره ووصلوا للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا للأشياء كيف جاء الأبواب اللي راح يدخلوا عليها كسروها ودخلوا ولا كيف؟ نقولوا له يا اخوان راه الامر تاع ربي كبير ماشي راهي امر ساهل بسرعه يطلق الطياره ويدور على ملكوت الله هذا كله الناس هذا وين راهم يدوروا؟ راهم يدوروا في سماء الدنيا اللي قال عليها ربي سبحانه في سوره الملك زينا السماء الدنيا بمقابيح وجعلناها رجوما للشياطين السماء الدنيا هذه هي اللي راهي مزينه بالمقابيح السماء تاع الدنيا الاولى تاع السماء الاولى هي اللي راهي مزينه بالمقابيح وهي اللي قال تبارك وتعالى اذن للبشر ان يعرضوا فيها كما شاءوا اطال من دين قال ما اعرضوا فيها كما شئتم امشوا في فيها فيها كما شئتم كما شئت تمشي في الارض كذلك كما شئت تمشي في السماء إذا الوسائل اللي راهم يستخدمونها هذه كلها في سماء الدنيا لأن ملكوت الله تبارك وتعالى عظيم لا يحيط به أحد وهذه قال أحد الكفار بعد ما طلع للقمر ونزل دار معه استجواب وهو الرائد الأمريكي جيمس إيروين دارت معه دولة قطر استجواب وعرضاته وقالت له تكلم الكلام الأول اللي بدأ بالسلام عليكم باللغة العربية وبعدين بدأ يترجموا لي قالوا أنا لما كنت صغير كنت معجبا بالقمر كنت نحب القمر كيف لما كنت صغير قالوا لما بقيت نقرا بقيت متخصص في علم الفلك قالوا بعدين قريت في علم الفلك بأن البشر وما فيه من حيوانات وغيرهم على وجه الأرض يعتبرون ذرة على وجه الأرض يعني احنا والحيوان وكل شيء لمسناها في الارض شاسعه يعتبر ذره صغيره في وسط الارض. قال لما خرجت للقمر ونزلت على القمر وشفت الارض من فوق القمر كيف دايره
قال لهم شفت يعني الكواكب الاخرى وغيرها من النجوم؟ قال لهم نريد نعتقد، والشيء اللي اعتقدته يعني علم يقيني بحت، على ان نحن والارض والقمر كلها ذره في ملكوت الله. هذا كافر قال. قال لهم نريد نعتقد بان الارض والقمر والنجوم وكل شيء كيشغل ذره، كيشغل ذات تعرمل من المرميات وسط الصحراء، اذا قرنت بملكوت الله. ملكوت عظيم ونجوم عظيمة وكواكب ضخمة، لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها ويعلم مسارها ويعلم جميع أدراجها، لذلك أقسم بها. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. رب سبحانه حلف بالمواقع تاع النجوم، يعني بالاماكن تاعها وين ركبها ربي سبحانه. وبعدين قال لنا احنا ما شفناش ولا نعرفه، وانما لما جينا العلم من الله نامنوا به. قال وانه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا الشيء نقسم بها كبير. والعظيم كما قال العلماء العظيم اذا عظم عظيما فكيف يكون هذا العظيم؟ الله عظيم وعظم هذه الكواكب. إذا قد منعتكم ما أعلم بها إلا الله. لذلك الله تبارك وتعالى هنا قسم بالسماء، أحلف بها ونرجع للقسم. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم في أحاديث كثيرة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يقسم كما بغى، يحلف كما بغى بالمخلوقات التالية، وليس لمخلوقاته أن يقسموا إلا به. بينما احنا ما يجوز لناش باش نحلفوا الا بالله. بينما ربي يحلف بالشمس، يحلف بالقمر، يحلف بالليل، يحلف بالضحى، يحلف بالجبال، يحلف بالدين، يحلف بالزيتون، يعني موجود القران كل حاجه جات امام انوار ثم القسم، هذه كلها حلف كلها قسم. لماذا؟ لانه هو الذي خلقها ويعلم عظمها ويعلم قوتها. فمن هنا اقسم بها. أما نحن فلا نعلم هناك عظيما إلا الله. فإن كانت هذه السماء عظيمة فالله أعظم منها وهو الذي خلقها. لا يجوز لنا أن نقسم بها بل نقسم بربها. إذا نحن البشر لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. لذلك ورد في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يصمت. ما يحلف حتى برسول الله ولا بالكعبه ولا بهذا ولا بقوه ولا براسيل ما ولا شيء. وانما ليس هناك عظيم الا الله. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يسكت. وفي روايه اخرى من حلف بغير الله فقد اشرك. وفي روايه كذلك ذلك من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربه اشرك في روايه. وفي روايه اخرى قال من يحلف غير ربه كفر. لماذا؟ لأن معروف أنه لا يحلف الإنسان بأحد إلا إذا كان عظيما، لذلك نحن نحلف بالله لأنه عظيم، وحقت له العظمة، والعظمة حق له. بينما كنت تحلف بواحد آخر وتخلي ربي سبحانه، كأنك عظمت هذا الآخر أكثر من ربي سبحانه. من هذا الباب كان إما كافرا وإما مشركا إلا أن يستجاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بعدو. كانوا في الجاهلية يحلفوا بوالديهم براس بابا وبابا لأنه كان عظم والديهم كثير. عمر بن الخطاب قال الحقني الرسول ولا نحلف بابا. قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت، وفي رواية أو بالطواغيت. قالوا ربي والرسول راهم ينهاكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت، بالناس اللي يعبدوهم من دون الله. نظرك ما عندناش اصنام، ما عندناش اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما عندناش طواغيت بتاع كفار قريش، ولكن عندنا طواغيت صنعتهم فرنسا ولا صنعهم الدراويش توانا. عندنا سيدي محمد وسيدهم عكاشة وسيدهم علان وسيدهم كذا اللي يحلف به هو هذا نفس الشيء. بحال يحلف باللات والعزى،
لان هذا كيعظم الله والعزة، وهذا كيعظم سيدي محمد، ولا سيدي عباس، ولا سيدي عبد الرحمن السعلبي، اللي بقى. المهم لان القسم هذا عبادة يا اخوان، ما تقولوش كلام، القسم عبادة. اذا لما يحلف راه يعبد في ربي سبحانه، ويوم القيامة ربي الجزيل يقول عبدي عرفت حقيقتي وعرفت عظمتي فاقسمت بي، يعطيه جديد، يقول له انك عرفتني بلي انا عظيم حلفت بيا. بينما لما يحلف واحد اخر يجي يوم القيامه يقول له عبدي هذا اللي حلفت به معايا شكون كتب؟ واش يقول؟ يقول له انت اللي مش حلفت بيا. اذا يقول له لما حلفت بغيري دليل على ان غيري اعظم منك. لما الانسان يحلف غير ربي والعياذ بالله كانه عظم غير ربي على ربي سبحانه. وهذه معروفه إلى عهد قريب، كان الناس لما يتسقون لما كذا مثلا يطلبون السقيا يروحوا يديروا الوعدة عندهم أي ولي من أولياء لا مخيين على الظلم والطغيان، يديروا الوعدة ويديروا الزبدة ويطلبوا البنزين 7 أيام و7 ليالي ما طيحش الشتاء. جاء واحد يوما قال لهم يا ولدي خاف الله اشتكي بالبنزين، اشتركوا الإجابة وقلوا يا الناس تذرعوا ربي سبحانه وصلوا ركعتين ينزل عليكم المطر. قال له واحد ايه ما جابها سيدي عيسى الزيني دي بقى سيدي ربي مسكين. ما تضحكوش يا اخوان، شيء صحيح كان عقد اي نعم. هو الان لما تكون بنت انسان وحاجه ويقول له احلف والله يحلف له، يحلف له بالايمان المغلظه. لما يقول روح انت تسيدي معك عشان تحلف يقول لا لا ما نروح. كلمة كلمة كان واحد ما ادري اذا راه واحد من الكبار هنا عايش يقول لنا على اساميه، قال لي ابي الحاج حميد رحمه الله، كان واحد جوج كبير فرنساوي فهمتم ليه في الكبار القضيه من فرنسا ماشي من حنايا في نازع قاضي، هو قاضي على اسمه لكن نسيته، قاضي محلف كبير لما يجوه الجزائريين يتخاصموا ويكثروا بالمحاجه، واحد يقول له داعي واحد يقول له داعي يشير فيهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم روحوا، يقول لهم روحوا نهار الجمعة روحوا نديكم سيدهم يوسف. المهم يقول لهم روحوا نهار الجمعة نديكم سيدكم يوسف. سيدي يوسف هو مش يسمي سيدي يوسف لأنه قال أنا لما جيت من فرنسا ما سويت لي حتى أصفر كنت ما نولدش، ولما جيت لقيت الباروخ وديت العجل يسمي يوسف قال ما عندي أكثر سميته عبد القادر وواحد سميته يوسف ما يهمناش، ولكن في فرنسا نسمي أرضوان وزوزان ويضحك علينا باش يخلينا في الشيء. المهم طلبنا الجماعة واحد يقول سيدي يوسف دحنتو. قال مجرد ما يقول لهم الكلمة هذه يقول له خلاص هذا الشيء والحق حق وأنا اللي رايح. مني كنت هاول ذلك الحق وما لحظة كل جنب تاسيد يوسف قلت الحق حقه. إذا لأن سيد يوسف يأخذ فيه الحق حق لا على في الأمان، وإذا ما فيش اللي يأخذ الحق والله ما فيش اللي يأخذ الحق وما فيش اللي حي لا يموت إلا الله. وهذه مرة يعني ما زلنا نعيشوها، ما زلنا نعيشوها. واحد يقول له كذا يقول له يحلف لك بالله وكل شيء، لما يقول له روح يديه سيدي يزيدهم بوسناتهم يقول له ما نروحش. لماذا؟ لان اذا حلف نفك الاسلام، فهمت؟ وين نفك الاسلام؟ ما نجيبش يتحرك من الاسلام كذا تقول شرك بالله صريح. وانا فهمتكم في هذا الشيء باش ما تقولوش يعني لابد نضرو حاجه كبيره، احنا نزلنا نبداو من الاول. لأن رانا في العهد المكي نتكلموا عن الشرك والمصايب اللي رانا عايشين فيها، وجدادنا والشوافات اللي رانا عايشين فيها، اضطروا بناتنا لما تلحق تتعقد الثانوية العامة يقول لها روحي في السنة الفلانية تكتب لك حل، وجاو شابات كثيرين سمعنا فيهم، وجاو يستفتوا في هذا الأمر هذا، ولما تروح في السنة تكتب لها تروح لا ما تروح، باش تربح البكالوريا قال، واش دخلوا في السنة البكالوريا يا أخي يا جهنم الأسود. افهموا منيح يا اخي القرايه يمكن كثر ما يقرا يستهير ويطول قرايته اللي يشوف ويعرف، اما لما يقرا ويريح جاهل لها قرايته، لما يريح جاهل يروح الواحد جاهل يبدل له ولا يشوف له ولا يعطيه حمد يقول له وزدوا على لنا بعدين تروح له يفتح عليك يفتح عليك الشيطان وتقول يشوف كل شيء كان من هذا. وانتقل امتحان الجزاله
ونسأل وجوه البنات والشباب تاع الفاتور يا المتحف ولا اي امتحان يروحوا لعند الشوابات يبذلوا لهم وتعطي لها الارض الجزريه وقال لك نجحوا ولمدارس ما نجحتش. صحيح يا شيخ؟ والله انها لا مصيبه كبيره وما زلنا نعيشوا فيها وما زلنا ما زالوا ناس يامنوا بها وما زالوا ناس حاسبين بها الامر هين. والله انه ليس بالهين انه عند الله عظيم. هذا الشرك هذا اعظم ما عصي الله تبارك وتعالى فيه على وجه هذه الارض هو الشرك بالله. ما كانش هناك بالدان ولا شوافه ولا كاهن. لما كان الاسلام يمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد ائمه اربعه كلهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانش هناك كهان ولا بالدان ولا كاهن. احد الصحابه كان يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة وحدة ضعيفة موجودة في فتح المجيد اللي بغا يلعب عليها. يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة في السوق راح يلعب يشوف وإذا وجد هناك ساحرا سحار عنده قفل يعتبر قفلات يقطع له راسه والناس يهربوا بالمروح وما تروحوش بعيد. يدلي راسه هذاك ويشد من يده وينوضه. انتبه واحد قال ها الله يحيي الموتى بل هذا الرجل يحيي الموتى. صاحب ذات الغضب دخل الحلقه هذه جبت السيف وقطع سحار الاسفين قالوا خليه يحيره خليه يحيره ما حياش روحه. كي ما حياش روحه الامر كثر والناس تقاومت من هذا كثير وصل الامير قال لهم جيبوا هذا الرجل اللي قطع الرجل على زيد جيبوا. دخل على الامير قال له علاش قطع هذا الرجل؟ قال له سحار. قال له السحار امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب عنقه بالسيف. قال له انا ما نعرفش وانا امير ولكن اللي يحكم فيا امير كبير لا بد من وصفك العنق وتبر راسك معاه. كان اللي يحكم انا ذاك امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينه. رسلوا هذا سرور مش حامل رسلوا من العراق للمدينه عند امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ان هذا الانسان اضرب واحد قطعه بالسيف وراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتشر يعني. لما مسكوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى قال له اقتلت الرجل؟ قال له اقتلته قطعت له نصفين وخليته يحيره ما حياش روحه. قال له علاش؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بسيف. سيدنا عثمان بن عفان الرجل اللي يفتوى الأحكام عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له صدقت. قال له اذهب والله لو لم يكن فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بأحد سيف في المدينة. قالوا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هو اللي قال الكلام هذا وما عطاناش امر. قالوا كيما انت قطعت له راسه وقطعته على زوج انا كان قطعك على زوج لان ما يجوز واحد يقتل مسلم تقتل مسلم نقتلوه. قالوا ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها قال له روح راك خلاص ما عندنا ما نقولوا. اذا الحد تاع الساحر وجنو. ولكن يا اخوان انتبهوا جيدا وعد يروح لعند السحار ولا بلدانه يقتلها ولا ماهوش الامر هذا ماهوش الامر هذا لان الان انا فوضى. اما هكذا نقيم الحدود بانفسنا هذا ما هو حل. المهم احنا ننبه رواحنا وننبه عشيرتنا وجماعتنا ونسانا ما يروحوش لهذا الشيء وانه شرك بالله العظيم. لو الانسان يخرج من بيت القشان ويموت شطرين ما نصلوش عليه في الشريعه الاسلاميه ما نصلوش عليه وما نقصدوش وما ندفنوش في مقابر المسلمين ونلوحوه هناك نردموه في غابه ونلوحوه في الخلايا ياكلوه الغربان والدم لانه مات مشركا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد. فهمت ولا ما فهمتوش؟ قال يروح لعند الشوافه ولا لعند العراف ويقتلنا ويعمل به. قال كفر بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم، وش جاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاب النبوه وجاب القران. النبوه والقران صدق والكهانه والجزانات كذب. لما صدق الكذب اكفر بالحق وهو القران والسنه وهو القران والنبوه.
لان ما عندناش مزاج القلوب يدخل فيها السحر والجزانه والقران كلها كيف كيف ما كاش منها. تعمل بهذه تكفر بهذه. تامل بالقران تكفر بالجزالين والطواغيت. تامل بالطواغيت والجزالين تكفر بالقران وحده منهم لا فيها شهاده ولا هذه. وكل من يجيبوه كله كذب. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء. سألوه الناس عن الكهانين عن الزهدين الشرفين والعرافين يعني واش رأيك يا محمد كأنهما يعني ناس على حق ولا على باطل يعني أعطينا تفصيل. قال لها ليسوا على شيء ما كاش من همج ما نقولوا احنا نقضي. قالوا يا رسول الله والله إنهم لا يأتون بالكلمة حقا. قالوا والله ما رجبوا كلام صحيح ورانا يشوفوهم يروح يقول لي زيد عندك كفن زيد عندك كفن ولا يقول له راك جايك عندك من فرنسا ولا مانيش عارف ويجي عنده صحيح منين جاب الكلام هذا. عائشة داخل قالت له يا رسول الله يقول له كلمة حق وجي. قال أنا أقول لك منين وجي. قال تلك الكلمة كلمة من الحق يأتي بها الجن يختطفها من السماء فيقذفها في بطنه فيخلق معها مئة كلمة. صح؟ الجن الشيطاني أن كل واحد من الكهاجين هذا وأنا خليني فصلكم الكلام نقطة غير عند الخاتم أنا باش فصلكم الكلام وبعد شرها من طالب. قال كل الكهان هذا لابد عنده ميثاق مع الشيطان مع جن من الجنون. الجن هذا تروح يجي كبار يربون السمع وأكثرهم كاذبون يجيبوا الخبر من السمع. الله تبارك وتعالى لما يقضي في سماء الدنيا أمرا يقذفه إلى الملائكة فالملائكة تسبح ثم تقذفه إلى الذين يلونهم ثم إلى الذين لا يلونهم حتى يحقون سماء الدنيا فيكبرون ويهللون. يسرق الجن الكلام يقول باللي فلان غادي يزيد عنده هذا ولا فلان او جاي من خارج ولا فلان كذا يجيبها يجري يحطها في اذن الكهان. يجي لقري الكهان يقول راح يقالك وراح يقالك يبدا يخلط ويجلط وكذا ويجيب 100 كذبه وبعدين يدخل فيها الكلمه تاع الصح. الواحد ما يشوفش ال 100 كذبه يشوف غير الكلمه تاع الصح. قال انهم ليسوا بشيء تلك الكلمه من الحق يسترقها الجن من السماء ثم ياتي بها الى الكائن فيقذفها في اذنه يلوح على الوضع وبعدين هو يبدا يتكلم بها. لما يبدا يتكلم بها تجي حق ولا تجي باطل كلها قالها. لو كان ما عندوش الحق ولا كذا كيف يقولها لو كان ما يعرف. اذا هو عنده صله بالله تبارك وتعالى وانا عنده صله بعلم الغيب. لا والله علم الغيب حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب حتى الملائكة المنذرين لا يعلمون الغيب وإنما إذا أعلمهم الله تبارك وتعالى يعلم وإذا لم يعلمهم لا يعلم. هذا هو الثابت الحديث هذا الثابت لمدعى أهل السنة والجماعة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله. أما الكهان يجيبوا لهم الجنون بتاعهم يجيبوا لهم الأخبار. وانا اقدمكم في احاديث كثيره عندي دليل استنبطته وحدي ناس تشوفوا كلكم بعينكم وقولوا بني الكهانين كذابين وعندهم صله بجنون تبي تروح عليهم تقول لهم لك انا ولي الله وهاو الدرام كما رحت الحج وهاو الرقعه تاع الحج ومانيش عارف كيفاش انا عندي صله بالكهان. انا نعطيكم انا عندي صله يقول لك بالجنون ما عندي صله بجنون يقول لك انا مباشره بنشوف في الغيب ونقول لك. في رمضان لما يجي رمضان شوفوا جزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ شوفوا جزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ كيروح لهم واحد بالشياطين كيما هما يقولوا له يا ودي شوف لي ولا نحي لي ولا مانيش عارف يقولوا رانا في العواشر. كانوا ما كانش والله لا بغيت واحد يتكلم بالعواشر الوشر بس ما بقيناش واحد يتكلم بالعواشر الوشر. العواشر الطبيب كيطرح تعالج وانا ما نكون مستني في العواشر. يطلع لك عطله صيفيه انا راح الخارج ولا تدخل. صح؟ يكتبها لك في الباب رايح رايح عطله. ولا انت كي ما تخدمش تكتب عطله. انت قدام تكتب العواشر. وشنو العواشر؟ انا كنعرفكم وشنو العواشر.
الشيطان اللي راه داير مع الميتة، الشيطان اللي راه داير مع الميتة راه مسجون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يكون رمضان، سمعوا ليه، لما يكون رمضان تفتح أبواب الجنة وتوصل أبواب النار وتصفد مرادة الجن، مرادة الجن، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين، كما بني آدم نفس الشيء، فيها المؤمنين وفيها المرادة، المؤمنين كما احنا وراه مجالسين معانا هنا وراه نسمعوا الضوء ويصلوا معانا، ما تنخلعوش، مؤمنين، وكيكون الجهاد الإسلامي جاهدون على المؤمنين، لأن إخواننا، والرسول صلى الله عليه وسلم مرض معهم ميثاق في مسجد راه الحجاج اللي راحوا يحجوا عند البريد المركزي في مكة، في مسجد يسمى مسجد الجيش معروف في مكة قديم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجنود وأمنوا به وصدقوا به وأعطوه، قال يا رسول الله أعطينا الزاد، قال لهم الزاد بتاعكم هو كل لحم كل عظم ذكر اسم الله عليه، قالوا أعطينا الزاد ما ناكله أنا مسافرين، قال لما نعطيتكم أمنوا به كما الصحابة، قال لما نعطيتكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون ما كان عليه أوفر لحما، قال لهم كل عظم مذبوح بالطريقة الشرعية الإسلامية يعني ناس ذبحوا الطعام تاع الدواب تاع أخوانكم الجنود، ما تدناوش بها ما تخسرولوش طعامهم، العظم ما يستنجوش به الشيطان راه محبوس، لما يكون محبوس الكهان والجزار يولي بلا عقل ما يعرفش خاطر يدخلو في الهرة، يقول له ترى ودي كذا يقول لك ودي العواشير، الشيطان ما كاش راه مغلوب، فهمتي الشيطان تاعو راه مسجون، وإذا اللي عنده دواء شرعي ما يتعلمش بالشهور ولا بالأيام، يتعلم بالحاجات اللي عندها مانع، يقول لك أنا مسافر أنا مريض ولادي عيانين ما نجمش نروح الله يسهل عليك مرة أخرى نروح نعالجها، أما يقول لك عواشير عرفت أن القضية فيها الشيطان وفيها السحر وفيها الشياطين داخلين في الوسط، هذا دليل باش تفهموه وحدكم، بل الجنون تاعو راهم مربوطين اللي يجيبوا له الفضاء، كي يكمل رمضان ينطلق ويجوا تما وحنين تنتهي العواشر، فهمنا؟ هذا دليل من عندي هذا باش تفهموه، باش تعرفوا بلي هؤلاء الناس زنادقة كذابين لا حظ لهم في الإسلام، كنا إما يستتبون في القيام أو تقرعوا عناقهم، ولكن لما رأيت أمور سالبة راموا مثل سائلين، راهم داروا البطاقات وراهم يوزعوا على الناس بالثلاث ثانية وشوفوا في الثاني اللي يبغى يشوف ولا اللي يبغى يشوف. يا إخواني الكرام نحن هؤلاء الناس نقاطعهم، وهؤلاء الناس ننفذهم، وهؤلاء الناس نبين للناس حقائق أمرهم ونفضحهم، ولا نترك أولادنا ولا نساءنا ولا جماعاتنا يذهبون إليهم، فمن ذهب إليهم فقد كفر بإجماع العلماء. بنص الرسول صلى الله عليه وسلم انه من اتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلامي، اني راح لكذاب صدقه اكفر بما انزل على محمد، ولا راح لكذاب ما صدقه كي هذه الوحده اللي راح للكهانا يقول لك انا غنضرب دوره بارك الله نشوف ما يهمنيش فيه أنا، ولا يكذب ولا يكذب ما يهمنيش فيه، روح غير نشوفه برا نلحق عليه، ما يجوز تروح ليه، لأن دارك اللي يشوفك واحد آخر أول المروة تاعك تروح، ثانيا أنت تقوي جماعة المشركين، ما ينبغيش باش تقوي جماعة المشركين، هؤلاء جماعة المشركين ينبغي أن نقاطعهم، لكن الإنسان يقول غير الله برك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى عرافا اللي راح غير العراف بلا ما كتب له بلا ما كذب له بلا ما حتى شيء، غير دخل داره ولا شرب حتى الماء، لم تقبل له صلاة 40 يوما، اللي راح غير العراف بارك بلا شوفه بلا حتى شيء،
قال روح شوف الناس تاعو شحال يجون في النهار يضرب دوره بس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم، يعني 40 يوم وصلاة ما تطلعش للسماء عند ربي باللي ماهوش يصلي، ولو لنا في رجال للناس في ذيك 40 يوم لو مات يموت على غير ملة الإسلام. فهموا منيح الأمر ما هو جاهز. يقول لك علاه كيف انا واش كاين راح لي اخلاق غير نصلي ونصوم ما عرفت واش غادي يدير لي. يا اخواني الكرام هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماهوش كلامي. اللي صدق الكهنة اكفر، واللي يروح غير للكهنة بلا تصديق بلا شوفة بلا حتى شيء ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم، وإذا مات في ذيك 40 يوم والعياذ بالله يفوت على غير ملة الإسلام. افهموا مليح الامر سواء او سام، الامر خطير ولا بد ننبهوا بعض النظر. والانسان حتى بعض الناس عندهم سيارات اللي يسموها سيارات الاجره، تقول له ديهم سيدي محمد ولا ديهم سيدي عكاشه ولا كل ما نديهش كل الحلال يا اخي العزيز. قال لك لا انا تعطيني 50,000 هذا المراه هذه ولا تعطيني 40,000. وعاد انا قال انت كي تعطيني شحال تعطيني هذا الفراغ؟ قال لي تعطيني 50,000. مسجدوا هنا يخدم سيارته. قلت له اعطيني العجائب اللي جلسنا. قال لي معلومه هذيك يا خاتمتي. المرة نديها ونستناها نجيب 50,000. انت كي ركبك شحال تعطيني؟ تعطيني 1,000 فراغ. قلت له اقول لك حاجه، 1,000 فراغ ربي سبحانه يطرح لك فيها البركه ولا كذا، اما تروح للجزانه هذيك تدي المراه هذيك تعطيك 40,000 تعطيك 50,000 كل يوم تجي تقطع سيارتك، ومن الاخر مره تضرب تموت كلها تروح لا انت ولا السياره. روح للجزانه وجلس حوالي ما ادري 6 شهور ما ادري سنه ما ادري كذا، وجاء واحد من الاخوان قال لي فلان اللي كان يدي النساء للجزانه راه تاب وراه يقول لك راه يرحم عليك وراه يدعو لك دعاوى الخير، وراه يقول لك خلاص بطلت ما يدي حتى المراه للجزانه ولا الشوافه. يقول وين مزيدين تقول له فلان ولا ما نديش توبي لله هذيك الجزانه واش غادي ندير لك؟ ما عندها ما ندير لك. الانسان لابد ياكل لقمه الحلال، ما يقولكش انا على عندي سياره ركبها وغادي تروح حاجه الناس تتبنى وتروح الجزائر باش الشغل يديها. لا هذا كلام ما يسمحش. نحن امه اسلاميه ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احنا المؤمنين نتعاونوا على البر والتقوى. يعني نتعاونوا على الخير. وكذلك نتعاون على الشر باش نحوه. وهذه بالزنات شر، واللي يديها من السيارة نفس الشيء، لأن ما تلقاش اللي يديها ممكن تريح إيدها. أو تجي تفكر تقول حرام عليك، هذا كلمة حرام وتجي الثاني يقول حرام، بالك تنتبه وترجع لها. ولكن هي فتشة بالدراهم تقول لك هذا الدراهم الديني، الإنسان ينظر للدراهم دراهم إخلاص يا إخواني. ينظر الإنسان لقمة حلالية ليأكلها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعوا للناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية. ذات يوم جابوا الخاطر بتاعه البن أو حليب شربوا. لما شربوا نادى الخاتم بتاعه قال له تعال. انتبهوا مليح وسمعوا مليح. قال له تعال. قال له اصدقني من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي مين جبت البن هذا؟ قال له والله يا امير المؤمنين لقد كنت كهنت لرجل في جاهليه وكنت لا احسن الكهانه ولكنني اصبت، فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا فكلما لقيني اكرمني، فلقيني هذا المره فاكرمني فاشتريت بهذه الدراهم لبنا واتيت به اليه. قال هو لما شرب، هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافية، كي يشرب الحاجة ولا ياكلها وتدخل كرشه يعرفها باللي فيها حاجة، لأن شفافية الإيمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله، يعرف حتى الماكلة إذا ذابها يعرفها باللي حلالية ولا حرامية. أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة لما شرب البن هذا نادى الخادم تاعو قال له مين جبت لي البن هذا؟
قالوا كل قال انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نقزل، مسكت واحد الراجل قزلت له، كي قزلت له قصته افرح افرح مين يا طالي كوني يجبدني دخلته هذا يقول له انا ربحت على جنب. قال انقاني ذيك النار اعطاني، كي اعطاني قلت انا والله نروح نشتري الابل المؤمنين قد حدا البن ونعطيه الشرب. شريت لك قدح البن وجبت له تشربه. والقصه صحيحه مانيش الحاجه. قالوا هكذا قالوا هكذا. قالوا فلا تعود اليها ابدا، بالك تعود مره ثانيه. ثم ادخل يده في فمه فقاع ذلك الدم. دخل يده وتقير، خرج من هذا. قالوا ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا تاع الادم الى البت من حرام جهنم تاو. جهنم يوم القيامه تكون كيف بكيني. بكيني لما تجوزوا ما يقبر لا في النحاس ولا في دليل مني ولا في شيء، لما ولا في السجاد ولا غيره، لما تلحق المزيد يقحطوا، فعلوا شو بعد. هكذا في جهنم يوم القيامه. تجوز على الناس اللي تلقى لحم نابت من لحم الحلال ما تمسوش ولا تدنيوه. ولا لحم مخلط احلال وحرام تقحطوا تديه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ماشي كلامي هذا والله ما هو كلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم ايما لحم نبت من سحت فجعلنه به اولى. اللحم اللي ينبت من الحرام من السحت. او تظن بدا القران كانون للسحت السحت الحرام. ايما لحم نبت من سحت فجعلنه به اولى. جهنم تخطوط الدين. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفس القصه. أرسل الخادم بتاعه وقال له روح جيب لي جيب لي جيب لي قدح من اللبن أو من الحليب. فخرج وجاب له قدح وجاب، قال له منين جبت؟ لما شرب قال له تعال أصدقني الخبر، من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له يا أمير المؤمنين والله لقد كانت إبنك بعيدة غربت بعيدة فتعبت ناقلة فحلبت لك من إبل الصدقة. قال له لما خرجت باش نحلب لك مني وقت أكل قيتهم تعال تتعب. قلت انا ما قال لا روح احلفت لك من ايبي تاع الصدقه. كاين الايبي دايرينها الصدقه يعني الفقراء والضعفاء هما اللي يحلفوا منها. اما الاقوياء الاغنياء ما يحلفوش منها حرام عليهم. قال له احلفت لك من ايبي الصدقه وقلت انت وين راك عارف كله حلف. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل الملهم رب سبحانه يطلب فيه العلم. سيدنا عمر رجل ملهم، رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبوا. في القصة معروفة وصحيحة صريحة، يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه ويرسلوا مع واحد يقول له سارية جيش مع الرومان، جيش يعني كبير في غزوة كبيرة، وهو يخطب للمؤمنين في المدينة. هذا الرجل العظيم يخطب لهم، واذا في وسط الخطبه قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكمل الخطبه انت الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الاسلامي قالوا قلنا كيفاش انتصرتوا؟ قال والله كاد الرجال يطبقون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يطبقون عنه. فسمعت صوتا جوهريا كانه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فالجانا ظهورنا الى الجبل فهزمه الله. وهذه قلاده مكاش منها كاين منها. انت لما تشوف الان امريكا تقول كاين منها. شفت انت امريكا؟ شفت مصر؟ لا وروا عليك في التلفزيون قال لك قال علم هذا. وشكون دار العلم؟ شكون دار؟ الله ولا شكون؟ يا اخي الله. الله تبارك وتعالى اللي دار قواعد العلم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ورانوا الجيش هناك، ورانوا موقعه الحرب، ورانوا استراتيجيه الحرب، فنادى القائد بتاعه قال له جد جد ظهرنا للجبل، وعيط له الاخر اسمع واتكل على الجبل واطلع للجبل اهزم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر لما عيط لك. والقصة صحيحة.
هذا الرجل ملهم أحرامه لما يقول حاجة مشبوهة أن ينتبه لها. قال واخبرني منين جبت البن هذا؟ قال للمؤمنين في بلدها كانت بعيدة وإبل الصدقة كانت قريبة فحلفت لك من إبل الصدقة. قالوا هل جزئين الصدقة؟ نقول إبل نحلف إبل الصدقة. دخل يده في فمه القيام وقالوا نصف مقاس النار بك. قالوا أيما لحم نبت في سحك فجهنم به أو لا. اللحم اللي ينبت من الحرام جهنم تاكل. لذلك نحن نحوص الآن على رغمة الحلال. أما قبل حرام الدنيا معمرة يا إخواني الكرام. ما تغركمش. أترك رغمة الحرام يعطيك رب سبحانه مئات المقام من الحلال. فلتش عن الحلال لأن يوم القيامة قلت لكم من الحبل اللي ينبت من الحرام كأنه تأكله. وإحنا نسأل رب سبحانه الله أن ندعو فلا يستجاب لنا. هذاك الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال له يا رسول الله ادعو الله تعالى ان يجعلني مستجاب الدعوه. قال له يا رسول الله ادعو ربي يردني دعوتي مستجابه. واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ندعي لك. ما قالوش ندعي لك. اعطاه حل في نفسه هو. قال له اطب ماكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي الماكلة تاعك تكون طيبة يعني تكون حلالية الاستجابة تاعك تكون مقبولة. احنا علاش ربي ماهوش يقبل منا؟ سلسلة الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي والبكاء والصراخ والعويل وإسرائيل مع تجاهلنا وحالتنا حالة وهكذا جميع التأخرات جميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. لا لأن الكروش ماشي صافية. أقل ما فيها فيها دخان. فيها مرض وفيها كاف وفيها روز مايك وفيها كيف تعرفتم أنا مانيش عارف أنواع كثيرة أشكال أنواع. والذي قالوا لكم حلال. قالوا لكم تاع النعناع يا قالوا يكذبوا عليكم يا إخوان. والله حرام أحب من حب من حب وكره من كره. أقل ما فيها فيها جوارة. ولا جوارة ما تخرج للكرش. والله غادي يدخلوا للكرش ويدخلوا للصدر ويدخلوا لكل شيء. ويتوفروا حتى في وسط الجلد. بدليل أن الإنسان إذا ما طابش داره يدخل راسه. ما يجيبش يخدم. عيان علاه؟ لأن داره هذا تمشي في دمه كله. مقطع تحتاني حتى آخر شعرة على راسه. قالوا هذا وإذا نحن ولا خلينا كيف لا لما يتوغل في دمه هذا كم عليه ها دخل حرام في قرشه أقل ما يمكن قالوا الشماعة داخلة في الطول وقالوا الشماعة لا ما يشم الخبائث لا بد أنها من الخبائث ليه لو كان ما يشم الخبائث يجي واحد يجلس مجلس فيها يجلس واحد يجلس كما ينجلسوا يتكلم يتكلموا بعدين يعيا ويجبد قهر ويوسبوا تخرجوا ولا تريحوا يلا خلقوا العدل تخرجوا نعطيك الساعة ولكن كاننا نعيا كل واحدة وكذا قطعة ما نشرب ونشرب ايه صار لا تتعب اذا شربت الماء كنتم تشربوا الماء اذا لو كان حلال علاش تخرجوا شفتكم واجبة ما دار والو اضربوا قصة شبه ولا قهروا وبعدين كملوا وكملوا الدين ها؟ إذا كاين منها، إذا بلي نفس القلب تاع بلادهم يبينوا الحرام، ولكن وما يبغيش يلعن قلبه. لأن وصف العلماء قالوا المعروف والمنكر ما تعرفت عليه القلوب السليمة، والمنكر ما انكرته القلوب السليمة، بدون ما يقول لك اشترى. قبل ما يجي يقول لك اشترى حلال وحرام قلبك تنكر. شفت شيخ الجامع يضرب الجوارة قال هذاك ما تصلي مورا. يا من تضرب الجوار يقول لك انا حقيقي انا على انا عامل اذا العامل يمشي في الجامع يختلفوا انا ما يختلفوش في المويات وفي نتائج القهوه يختلفوا غير بالقهوه والشماء اذا قلبك راه يقول لك حرام ولكن تراك تغالي لان الامر اللي حلال والامر اللي مباح ما نختلف فيه انا وانتم
كلنا فيه سواء، ولكن الأمر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام أنا وأنتم. أنا هذا دليل مادي من عندي يقول لكم. إذا رضيتوا بلادكم يصب قارة ولا شما قولوها، هل تبقى قيمتي عندكم ولا طيح؟ هاي طيح، علاش طيح؟ لينا ذبح حاجات وحرام. لكن الحقيقة حاجة محرمة، ما راح يشرب في حاجة محرمة، أقل ما يمكن حرام، ما يقول لك تصروه وكذا، ده كله كلام. فمن أبي بأجواد قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعي ربي يردني دعوتي مستجابة. قالوا أقم مأكلك، طيب مأكلك، يعني خليها تكون طيبة، ماشي ديرها بالكلمة، خليها تكون طيبة، تكون مبرورة، تكون بعيدة عن الحرام، تولي تدعي ربي سبحانه يستجب لك في تلك اللحظة. فهمت كيف؟ وهذه اللي خلت المؤمنين يستجب لهم الله تبارك وتعالى، كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه، لأن عقولهم وعقولهم نظيفة، كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم، وإحنا راك نجرو نظلوا ندعو ونقفوا في عرفة تنسب نايم مسلم يعمروا وقية منا حتى الحراس وما يدعو ولا شيء. ولا شيء. لماذا؟ لأن في تلك اللحظة هو محرم وتحاول تلقى في القراب تاعو المالبور. لأن في السعودية الخير. لا. هذه مشكلة. وحسبنا رسالة ما هي رسالة والله كبيرة بالذات. لأن الحاجات اللي رانا نقولوها سهلة العلماء الأوائل رحمهم الله. غالب ظن انه ابو هريره رضي الله تعالى عنه في زمان الدين امسك واحد من التابعين لكبار التابعين هذا في عهده قالوا والله انكم لا تفعلون افاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر قال انا والله راكم بتديروا واحد الخدمه احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر واحنا رانا نشوفها في شغل تبع سهله واش فيها بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر يعني كبيرة ذنب كبير بينما احنا نقولوا سهلة واش فيها يا إخواني إذا ما يقولش واش فيها وقلت لكم أنا من زمان قلت لكم احنا رانا في الأصل أننا مجتمعون وأسرة واحدة وعائلة واحدة وعشيرة واحدة ولكن في حقيقة أمرنا كل واحد راه وحده بدليل اننا ناخذ الالاف المؤلفه نكتب فقره تاع واحد ندوه نحطوه في المقبره نجيو نخلوه يا حبيبنا خونا خالنا عمنا بابنا على قلبينا هذه سنه الله في الحياه خلينا نعمل والله لا يستانس الا بعمله لذلك يا اخواني اللي بغى يجي نفسه ما يخسرش للناس ما يقولش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير سلك راسك هذا حر كل واحد شيء شخصه راه يعوف ما تقول فلان عنده باخرة ولا فلان عنده فلوكة ولا ما عنده سر لك راسك لأنك أنت يوم القيامة وكل واحد يديره في قبره ويسأل وحده ورد كذلك في حديث صحيح أن من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته أنتم كلكم تسمعوا بالحق احنا ما يهمش ناخذ الحكمه من ابواب المجانين، ندوا الحكمه من اي جهه، من عند شحال وغيره. شحال سالوه، قالوا له كتب خلاص الدنيا. واش قال؟ قال كلام انا لقيته في الحاجه. قالوا له كتب خلاص الدنيا يا شحال، قالوا كي نموت انا. وصحيح كل واحد كي يموت خلاص الدنيا. مجرد ما تخرج روحه يشوف المقابر اما في الجنه واما في النار. ورد في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته تو دخلت في الناس وكذلك انت خلاص غير تدخل في قبرك تشوف فما شافوك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف قامة كما في الجنة وما في النار مالك دخل في الناس اللي وراك إذا فهمنا يا إخواني كل واحد يسلك راسه كل واحد يجي نفسه وما لك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصر
ما تنظرش لغيرك الا على سبيل باش تنصحهم باش تولينهم باش كذا، والا تاخذ من عند الشر ولا كذا تقول فلان وعلاش فلان يدير ولا ما يدير، مالك دخل فيهم. انصحوا، اذا ما استطعتش تنصحوا الزم نفسك وسلم نفسك، لانك انت لما وانا وكل واحد لما ردوا عليه تراك لا يبقى الا مع عمله. فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايمان منه فلم يجد الا ما قدمت يده، فينظر اشأم منه فلا يجد الا ما قدمت يده، فينظر باتجاه وجهه فيرى النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، سلكوا لسانكم من النار ولو بتمره، تمره تقطع على زوج تصدق نص وتاكل النص. ولكن احنا لا، عندنا الملايين الكبيره دسينا ومنش نسلكوا روحنا من النار. احنا في الدنيا هذه لو واحد يمسكوه ويلحقوه في الحبس يجوا مالي يقولوا سيدي نعطوا الملايين وخرجوه. يقولوا لا ما نحتاجش الملايين، لا بس حكمنا عليها كذا يريح كذا. قال لك ربي انا جهنم الا طحت فيها خرجك في الدراهم يا ربي. شفت رحمه ربي؟ رحمه ربي خير من رحمه العبد. العبد يطيح في الفيش يقول له هات الدراهم وخرجه، يقول لك ما نخرجش. يجوز عندي سنه 30 سنه يجوزها. بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسدد نفسك يا ابني. مد الفلوس لك من جهنم. احنا قلنا لا. رحمة ربي خير من رحمة الله. جهنم اللي طاح فيها يزيد لك روحه في الدراهم، ولكن وقتها نعم ما بيت راه يخدم. وإذا مات خلاص أدخلك. الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي الدنيا عمل بلا حساب. الدنيا عمل بلا حساب، تقعد مع حد فينا اللي صلى واللي ما صلاش واللي زكى واللي ما زكاش واللي حد واللي ما حد، ولا واحد حوت علينا، انا هامليه. والآخرة حساب بلا عمل. والآخرة غير الدفاتر. جيبوا الدفتر هذا تعمر، جيبوا الآخر، جيبوا الآخر، جيبوا الآخر، واللي خلصوا شوية ما بقاش كيما راكم نديروا لانتريس نروح نخدم العامل هذو وكمل لانتريس تاعنا، هم يديروها. لا غير انك تخلصوا شويه والله ما تسمع روح تخدم تجيب شويه حسنه خلاص. عمي اعطيني يا عمي اعطيني يا ولدي اعطيني ما كاش. كل واحد يسلك راسه. يوم القيامه يتمنى الانسان تقرب عظامه وجلوده بمقاريض ولا تؤخذ منه حسن. يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس وما يدوش منه حسن. لذلك يا اخواني الكرام بادروا ونجوا انفسكم وبادروا الى التوبه وبادروا الى العمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.